كيفكم؟ شو اخباركم؟ صباح الخير. زي ما عودتكم دايما ما اطلع الا بالصباح. عدلت نومي هالفترة وصايرة اصحى مرة بدري، على 8 9 زي كذا، فهمتوا؟ واصحى اسوي لي فطور، وفطوري كل يوم بيض بالجبن، بيض بالجبن. صار لي يمكن اسبوع على نفس الفطور وعلى نفس الموال، فقلت خلني اغير جو اليوم كذا، اكسر روتين، اطلع افطر، اشم هوا بالصباح. يلا بحط كذا ميك اب خفيف سريع من هذا البلد، بستخدم الفاونديشن وهذا البرونزر حقي المفضل من سيفورا، هذا الكونسيلر من ميبلين فيت مي درجته 25، مرة حلو، تغطيته خفيفة، يصلح للدوامات وكذا. وهذه المسكرة من بورجوا، احبها مرة. برضو صايرة اعتمد هذا الحواجب يا بنات من بينيفيت، مرة حلو، يعني رتب حواجبي كذا بوقت مرة قصير، ما ياخذ مني وقت. يعني جبنا من عندهم شكشوكة وخلطة التونة، وهذه فلافل، هذه مرة شكلها حلوة الفلافل، فبنجربها الحين. المطعم صراحة فطوره مرة عجبني، مرة عجبني، يعني يستاهل انكم تجون له، مرة لذيذ التوستات حقتهم، بالذات الفلافل لذيذة. You killed our son. خلص الموفي، مرة كان حلو. هذه الأسوارة الذهبية مرة عجبتني، بوريكم بعد سلسال عجبني. مرة عجبني، شوفوا هذا السلسال مرة حلو. هذا محلي المفضل اللي مرة أحبه، شوفوا جايبين فساتين للصيف مرة حلوة، شوفوا هذا التوب. هذا جوي أنا، شوفوا كذا بلايز، هذه أنا أموت عليها، مرة تعجبني. شوفوا أساساً جاية طويلة، هذه كذا تلبس مع لقد لأنها مرة طويلة، ترى حلوة قماشها بعد حلو. شوفوا هذا الفستان مرة كيوت، وهذا بعد، شوفوا منزلين كولكشن جديد، هنشوف هذا.
أحسها مرة حلوة. جايز شوفوا هذا المكان، فكرته مرة حلوة. موجود في بيلاجيو، عبارة عن غرفة تمام تدخلون وتغنون، مرة حلو. أشوف كثير بنات يجونا كذا جروبات، وزي ما تشوفون في مايكات وغرفة كذا كاملة، تشغلون اللي تبغونه وتجلسون هنا تغنون. شوفوا جايز هذه الغرفة نفس الفكرة. تحسي ونس لما تجون انتو صحباتكم كذا، وبرضو تاخذون اكل اللي تبغونه، يعني تجلسون هنا. نسيتني علمني الليلة هنسى. صباح الخير. هم الحين بطلع بجيب ورد، وزي ما تشوفون البلالين كلها أخذتها. فيلا وصلنا محل الورد. والحين راح ننفخ البالون. زي ما تشوفون هذا بوكي الورد، وهذه البالونات. واو. المهم الحين بطلع. زي ما تشوفون توني استلمت الكيكة، شكلها مرة حلو. ترى الله مرة حلوة. شوفوا الكيكة من داخل، ما شاء الله مرة طرية. تجنن. شوفون خلاص أخذت أغراضي وأحطها بغرفتي.